لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً وسلامًا إلى يوم الدين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين، قال: كتاب آداب النوم والاضطجاع والقعود والمجلس والجليس والرؤيا. أولاً، الدين ديننا دين الكمالات، دين كامل شامل لكل أمور الحياة. ولذلك نجد أن لنا آدابا في جلوسنا، في قيامنا، في دخولنا، في خروجنا، في كل أحوالنا. فهذا الدين علمنا كل شيء، وهذا يدل على هذا الكمال العظيم لهذا الدين الإسلامي العظيم، لأن هذا الدين ليس من صنع البشر، وإنما هو تنزيل من حكيم حميد سبحانه وتعالى، العليم الخبير الذي يعلم مصالح العباد ويعلم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم في الدنيا والآخرة. ولذلك المسلم اللبيب الفطن الكيس هو الذي يحرص على هذه الكمالات التي جاء بها الشرع الحكيم. والأمر الثاني أن الله عز وجل يريد من عبده أن يكون ذاكراً له في كل أحيانه، ولذلك وصف الله عز وجل الذاكرين بأنهم أصحاب العقول الراجحة. قال سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. لآيات لأولي الألباب، من هم أولي الألباب؟ الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فإذا ذكر الله عز وجل في القيام والقعود وفي كل الأحوال دليل على رجحان العقل، وذلك بنص قوله سبحانه وتعالى: لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم. وذلك المسلم عليه أن يكثر من ذكر الله ذكراً عاماً مطلقاً وذكراً مخصصاً مقيداً. الذكر العام المطلق تذكر الله عز وجل في كل أحيانه، تسبح، تهلل، تستغفر، تدعو، تقرأ القرآن، هذا ذكر عام في كل وقت. وأيضاً تحرص على الأذكار المقيدة المخصصة التي جاءت بها الشريعة في أماكن مخصصة وعند أحوال معينة، كأذكار الصلاة وكأذكار دخول المسجد والخروج منه وأذكار البيت وأذكار النوم إلى غير ذلك من الأذكار المخصصة المقيدة. على المسلم أن يحفظها وأن يكررها عند حدوثها، لأن ذلك دليل على تعظيم الله سبحانه وتعالى. والأمر الثالث أن هذه الأذكار ما شرعت عبثاً، وإنما شرعت لغايات عظيمة، وأعظم غاياتها تعليق القلب بالله سبحانه وتعالى. ولذلك الذي يكثر من ذكر الله عز وجل يجد قلبه معلقاً بربه سبحانه وتعالى. ولذلك من تأمل في الأذكار، أذكار الصلوات، أذكار الصباح والمساء، أذكار الدخول والخروج والقيام والقعود وأذكار النوم، كلها توحيد لله عز وجل، وكلها مدارها على تعليق القلب بالله سبحانه وتعالى وتسليم الأمر له وتفويض الأمر له سبحانه وتعالى. فمن استشعر هذه المعاني العظيمة انتفع بهذه الأذكار انتفاعا عظيما. وأيضا لا بد أن نستحضر حال هذه الأذكار الثواب المعد على هذه الأذكار. ولذلك كثير منا قد يقول هذه الأذكار ولكنه لا يعرف فضلها، يقولها ولا يعرف فضلها. ولا شك أن هذا خير، لكن الأكمل والأحسن استحضاراً للفضل وزيادة في الأجر أن تستحضر ثواب هذا الذكر الذي تقوله. فمثلاً الذكر الذي بعد الصلاة، ما قال: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، ثم أتمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال البعض يعرف هذا الذكر ويفعله بعد الصلاة، لكن ما هي الفضيلة؟
غفر له ما تقدم من ذنبه وغفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا المسألة إذا أردت أنك تنتفع بهذه الأذكار أولا تأمل في معانيها وأيضا تأمل في ثوابها وفضلها وأجرها، فإن هذا مما يعين على الانتفاع بهذه الأذكار. وكلما انتفع القلب بالذكر كلما قويت حصانة هذا الذكر على هذا المرء، فعلى قدر انتفاعك بهذا الذكر يكون هذا الذكر حصنا لك وسدا منيعا لك. فإذا على المسلم أن يحرص على هذه الأذكار، أذكار المخصصة المقيدة بالأوقات وبالأماكن المعينة التي جاءت في الشريعة. ومن ذلك ما جاء عند النوم، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يقوله عند النوم، يعني ما يقوله المسلم عند نومه. كما ذكرنا أن الله عز وجل يريد منك أن تكون ذاكرا في كل أحوالك، عند نومك في أذكار، عند استيقاظك من نومك في أذكار، عند قيامك من نومك قياما كاملا هناك أذكار، فكل أحوالك ذكر لله سبحانه وتعالى. وقد ذكر المصنف جملة من الأذكار عند النوم. قال: وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، وهذا من السنة أنك تنام على الشق الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، هذا تفويض لله سبحانه وتعالى، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري بهذا اللفظ في كتاب الأدب من صحيح. وهذا يعني الحديث العظيم وهذا الذكر المبارك فيه تعليق القلب لله وتوفيض الأمر له سبحانه وتعالى، وتقول: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. اعتراف من العبد بضعفه عند ربه: لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك أي بهذا القرآن الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للبراء بن عازب هذا الحديث أمره بأن يعيده عليه، يعني يحفظه إياه، فقال الحديث كاملا حتى وصل إلى: آمنت بكتابك الذي أنزلت، قال: ورسولك الذي أرسلت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل ونبيك الذي أرسلت. فأراد منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يحقق اللفظ، وهذا يفيدنا فائدة أننا نحقق اللفظ في الأذكار المقيدة، وهذا يفيدنا أننا لا نخترع أذكارا من عندنا كما هو الحاصل اليوم في وسائل التواصل، كل يألف له دعاء ويرسله بين الناس، دعاء تيسير الأمور، دعاء تفريج الكروبات، أجمل دعاء في الصباح، أجمل دعاء في المساء، كل هذه بدع وخرافات وأدعية مخترعة ما أنزل الله بها من سلطان. ولو اكتفى المسلم بالأذكار التي وردت في هذه المواضع لكفاه، ولكن الشيطان يزين لهم المحدثات والبدع. هنا النبي صلى الله عليه وسلم حرص على هذه اللفظة، قال: قل ونبيك الذي أرسلت، مع أنه لو قال رسولك الذي أرسلت الجملة صحيحة ولا ما هي صحيحة؟ صحيحة، ولكن أراد النبي تحقيق اللفظ، قال: ونبيك الذي أرسلت، لأن هنا شهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالرسالة. فإذا الأذكار المقيدة، أذكار الصباح، المساء، النوم، دخول المسجد، الخروج من المسجد، هذه لا بد أن تقال كما قالها الرسول صلى الله عليه وسلم، احرص على أن تحفظها كما هي، كما حفظ النبي البراء بن عازب ونبهه على كلمة واحدة فقط، مع أن المعنى لا يتغير كثيرا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نبهه عليه وقال: قل ونبيك الذي أرسلت. وفي رواية عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن. فهنا سنتان: سنة الوضوء، وهذه يغفل عنها كثير من الناس، الوضوء قبل النوم، والثانية النوم على الشق الأيمن. سيأتينا بعض السنة إن شاء الله في الحديث القادم بإذن الله. قال: وقل، وذكر هذا الحديث، والزيادة في هذه الرواية قال: واجعلهن آخر ما تقول، يعني اجعل هذا الدعاء آخر ما تقول من أذكار النوم،
واجعلهن آخر ما تقول يعني من الأذكار، وذلك لعظيم هذا الدعاء. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يجعلهن آخر ما تقول؟ لما ذكرنا، لما فيها من تعليق القلب بالله واعتراف العبد بعجزه عند ربه وتعليق القلب بربه سبحانه وتعالى وتفويض الأمور إليه. هذا دعاء عظيم، اجعله آخر ما تقول من الأدعية قبل نومك. ولكن هناك ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لنوفل، قال قل قبل أن تنام قل يا أيها الكافرون، يعني قرأ سورة الكافرون، ونم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. قال ونم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلهن آخر ما تقول، فأيهما نجعل آخر ما نقول، هذا الدعاء ولا الآية؟ نقول يجمع بين هذا. أولا يقال هذا على سبيل التنويع، يعني مرة نقول هذا الدعاء آخر ما نقول، ومرة نقول قل يا أيها الكافرون آخر ما نقول. وإما أن يقال مراد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث جعلهن آخر ما تقول ليس معناها أنه يكون آخر دعاء، ولكن يكون هو من جملة الأدعية الأخيرة. ويدل عليه الرواية التي خرجها مسلم في صحيحه أنه قال واجعلهن من آخر ما تقول، رواية أخرى في هذا الحديث قال واجعلهن من آخر ما تقول، وهذا يفيدنا أننا نجعلها من أدعية المتأخرة قبل النوم، فيكون هناك لا تعارض بين هذا الحديث وبين أنك تجعل خاتمة الأذكار قل يا أيها الكافرون. والأفضل في هذا أن تجعل هذا الدعاء ثم قل يا أيها الكافرون وتختم، يعني يكون ختام الأذكار هذا الدعاء وسورة الكافرون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ونم على خاتمتها لأنها براءة من الشرك. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.